مشاهدينا، ولإلقاء الضوء أكثر على موقف أحزاب الإطار وميليشياته التي أتت بحكومة السودان من الحرب في غزة في ظل مزايدات لا يرى لها أي أثر واقع على الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مساء الخير. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ مصطفى. يعني من بين 329 نائب، 32 يقدمون طلب للبرلمان لغلق السفارة الأمريكية وطرد السفيرة ألينا رومانسكي. كيف قرأت هذا الخبر؟ ولا أدري إن كان خبر طريف أم مضحك، أم كيف يقدمون على هذه الخطوة؟ يعني هل لهم القدرة أو الجرأة؟ يعني هو طبعا بالتأكيد ليس لديهم الجرأة على ذلك، ولكن هذا يؤكد أن هذه الميليشيات والأحزاب التي تدعي مقاومة الاحتلال الأمريكي بالدرجة الأولى والتي تتحدث أو تندرج ضمن محور مقاومة سليماني كما أسميه، ومحور وهمي حقيقة لا وجود له، هذا يؤكد على أن مواقفها ضد المعلنة ضد الاحتلال الأمريكي ليست هي المواقف الحقيقية التي تؤمن بها. المواقف الحقيقية هي ما اتضح في هذا في هذه الأيام، حيث المعركة في فلسطين المحتلة على أشدها ضد العدو الصهيوني، وبينما تقف الولايات المتحدة الأمريكية مساندة للعدو الصهيوني في هذه الملحمة البطولية التي يخوضها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتحديد، تقف هذه الميليشيات جميعا وعلى رأسها الدولة التي أسستها ورعتها وسلحتها وجهزتها وتستخدمها كأداة قذرة لإثارة الإرهاب والفتن، وأعني بذلك إيران، كلها يعني التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا. وهذه الألاعيب البسيطة التي تشنها بين يعني الهجمات التي تشنها بين حين وآخر على بعض المواقع الأمريكية، هذه يعني ألاعيب للمشاغلة وليست هجمات حقيقية. ونحن نعرف أساسا أن هذه الميليشيات والأحزاب لم تقاوم الاحتلال الأمريكي الذي كان يعني في العراق منذ 2003، وإنما كانت هناك بعض المماحكات للابتزاز وللحصول على مكاسب طائفية وحزبية ولا علاقة للعراق. ولكن أستاذ مصطفى أيضا يعني هذه الميليشيات كانت تقصف السفارة الأمريكية منذ أشهر وقبل تشكيل الحكومة، ثم بعد ذلك بعد أن تم تشكيل حكومة الإطار التنسيقي وجاءت بمحمد السوداني، خلص الأمور يعني ترتبت ما بينهم. نعم، هذا هو الذي تفضلت به، تؤكده الأحداث التي تجري الآن من أن هذه الميليشيات إنما كانت تحاول ابتزاز الولايات المتحدة للحصول على مكاسب كما قلت قبل قليل طائفية وحزبية ولا علاقة لفكرة المقاومة بها ولمبدأ المقاومة بها، وإنما هي توجيهات إيرانية للحصول على مكاسب طائفية بالدرجة الأولى وحزبية. أما فكرة المقاومة فهذه غير موجودة على الإطلاق لدى هذه الميليشيات. وأنا هنا أذكر المشاهدين الكرام برسالة بعث بها قاسم سليماني في ذروة سنوات المقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتلال الأمريكي، بعث بها عبر المسمى رئيس جمهورية العراق جلال طلباني في حينه إلى سفير الولايات المتحدة في ذلك الوقت زلماي خليل زادة، وحينها أقسم له بقبر خميني على أن لديه مئات الأشخاص في العراق وهم لا يطلقون رصاصة واحدة ضد الولايات المتحدة، لأن المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في العراق واحد. هكذا قالت رسالة سليماني، وهذا ما عرفناه من الوقائع الحقيقة طيلة السنوات الماضية. نعم، تلاقت مصالحهم. طيب، المتحدث باسم الحكومة حكومة السودان يقول أن إغلاق السفارة الأمريكية سيؤدي إلى دمار العراق بين قوسين، ما الذي يراه المتحدث باسم الحكومة وحكومته ولا يراه الآخرون ليرى أن إغلاق السفارة سيدمر العراق أم سيدمر أشياء أخرى، العملية السياسية؟ يعني هو في الحقيقة وجود هذه السفارة أو وجود قوة الاحتلال الأمريكي
سواء التي في المعسكرات أو التي في السفارة أو التي في مواقع أخرى، كلها يعني تؤكد، كلها محاولة للإبقاء على هذه العصابات التي تتحكم بالشأن العراقي وتسيطر على مقاليد الأمور في العراق، وبالتالي وجودها ضد من إرادة الشعب العراقي الذي عبر خلال سنوات عديدة وبمواقف يعني واضحة لا تخطئ العين عن رفضه لهذه العصابات كلها جملة وتفصيلا. أيضا إلى أي مدى ترى أن الميليشيات تستغل الحرب على غزة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية وكذلك تزايد على القضية دون أن تفعل أي شيء حقيقي يختم القضية الفلسطينية؟ يعني هذه المواقف الحقيقة انفضحت، وهم يحاولون الكسب والمزاودة خلال هذه الملحمة البطولية الجارية في غزة، ولكن المواقف الآن انفضحت بشكل، مواقف محور سليماني بزعامة إيران انفضحت بشكل كامل، بما لا يدع مجالا لمن يريد أن يعني يقدم نفسه مقاوما أن يواصل الكذب على الجميع. الجميع الآن يفهم أن هذا المحور محور يكذب في ادعاءاته المقاومة، سواء مقاومة الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الصهيوني، وبالتالي يعني هم يخسرون الحقيقة كثيرا وخسروا كثيرا. أنا أتابع الرأي العام وما ينشر فيه، وألاحظ تراجعا كبيرا في مدى مصداقية يعني مفرد جماعات محور مقاومة سليماني بشكل حقيقي ومتراجع بشكل كبير. أيضا الخارجية الإيرانية يعني تدعو إلى عدم تحميل إيران أو طهران مسؤولية هجمات حماس على إسرائيل، يعني انسحبت من هذا الموقف تماما من دعمها. نعم، وزيارة أمير عبد اللهيان يعني إلى العراق، إلى عملائه في عملاء إيران يعني في العراق وسوريا ولبنان، كانت لإبلاغ الجهات المعنية في هذه الدول أن عليهم الالتزام التام بما يقرره النظام في طهران، وأن لا يعني تتجاوز تصرفاتهم ما هو مسموح به من إقامة تجمعات أو مظاهرات أو بيانات لا قيمة لها، أو ربما ادعاء الصلوات المليونية. وبذلك اختفى كل عناصر التحريض والادعاء، واختفى زعيم فيلق القدس من هذه المعركة تماما، في حين أنه يدعي أن أو يدعون يعني النظام الإيراني يدعي أن هذا الفيلق مخصص لمعركة القدس، والآن هذه معركة القدس، فلماذا لا يشاركون فيها؟ هم اختفوا جميعا. وهذا السؤال الذي لم نجد له إجابة. رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا لكم أستاذ مصطفى كامل على هذه المداخلة.